السلام عليكم، مرحبا بكم عندي. اليوم راح نحضر العصبانه. هنايا المصارين وصوالح حكايات على العصبانين، مطيباهم ديجا نص طياب، ودرك من بردت وكلشي نقطعها بالمقص قطع صغار، دايره فيها كلشي، المصارين، القلب، الطيحان، كلشي اللي دايرته فيها ومقطعاهم. ودرك ندير الرز المفور نص كاس، ماشي طايب، ندير نص مغرف درك مسكين جبير، ندير فيها كاع التوابل، العصبانه تبغي التوابل. دايره نص مغرف ثاني هنايا راس الحانوت، فلفل اسود، كان اللي يدير الحمص، انا ما نديرش الحمص، كل واحد وطريقته. هنا دايره القزبر مطحون، القزبر مع الثوم، دايره فلفل بارد، حنا نقولوا لها العكري، هاد الفيديو ديجا راني مريته لكم في الروتين تاع العيد. وشوي حرور والملح، ونخلط كل شيء مع بعضه. دوك الكرشاني نقيتها وخيطتها، وراني نعمرها بالعقده اللي وجدتها معاكم، راني نعمر فيها. باش نحضر العصبانه نحتاج حمص، انا كنديرها بالحمص، هاد الحمص طايب من قبل، البصل قطعتها شرائح، 3 ريسان ثوم، طوماطيش راني مربياها جوج حبات كبار، والعصبانه والتوابل، حب الكحله، كركم، عكري، عود قرفه، قزبر مطحون، مسكين جبير، حرور حار. نبدا ندير جوج مغارف زيت، البصل، خلي البصل يتقلى، نربي الثوم، سميتو، خلي البصل قبل يتقلى مليح، ندير نص مغرف ملح، نص مغرف طوماطيش على البطاطا، خليها حتى هي مع البصل، كان اللي يديرها بيضة انا نديرها حمراء. ها هي الطوماطيش تقلات مع البصل، دوك ندير طوماطيش ربي، خلي الطوماطيش ثاني هي مع البصل تقلى، ندير عود قرفه، ندير التوابل كامل،
زنجبيل، حب الكحلة، كركم، صبر مطحون، نديرهم يتقلو مع البصلتا هما و الطوماطيش، حرور حار، الرند، ندير العصبانة، ونخليها تتقلى تا هي مع البصل و طوماطيش، دوك نثقبها، هيو نبلي عليها الكيكوطو ونخليها طيب، حتى طيب عاد ندير الحمص، انا الحمص نتاعي راه طايب. هيو دوك ندير الحمص، حمص راه بيب بالماء نتاعها لي طيب فيه، ندير كرافس، حرور، هيو نخليها تكمل طيابها. ها هي العصبانه تاعي وجدت، ها هي شوفوا كي جات، دوك نديرها في الصحن التقديم ونوريها لكم. ها هي العصبانه وجدت، نتمنى تعجبكم والسلام عليكم.